بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، أهلا وسهلا بكم من خلال لجنة تفعيل التعليم عن بعد بجامعة الأقصر. في المحاضرة السابقة تحدثنا عن الأنواع الأساسية للشبكات اللاسلكية والنقالة، حيث تحدثنا عن ثلاثة جزئيات أساسية، وهي التوبولوجيز أو الهيكليات العامة لتركيب الشبكات اللاسلكية والنقالة، والأجهزة المحمولة باليد والمستخدمة في الشبكات اللاسلكية والنقالة، وأيضا تحدثنا عن الشبكات الموسعة وآليات توصيلها. في هذه المحاضرة سنستكمل أنواع الشبكات اللاسلكية والنقالة، حيث سنتحدث عن ثلاثة جزئيات أساسية. سنتحدث عن أنواع الشبكات الموزعة لمعالجة البيانات أو لنقل البيانات معينة، ومن ثم سنتحدث عن الميديم رينج وايرلس كوميونيكيشن لاتصالات متوسطة المدى ولاتصالات طويلة المدى. في الجزء الأول من المحاضرة سنتحدث عن الشبكات الكمبيوتر بشكل عام، ونفترض أن تحدثنا عنها في أو تحدثتم عنها في مادة شبكات الحاسوب. سنتكلم فيها عن أربع جزئيات أساسية وهي كالتالي. بشكل سريع، شبكة الحاسوب هي عبارة عن ربط بين عدة أجهزة عن طريق وسيط نقل، وهناك أربع أنواع أساسية لشبكات الحاسوب، وهي الـ Personal Area Network الـ PAN، والـ Local Area Network، والوايد اريا نتورك، والميتروبوليشن نتورك، الشبكات الشخصية، ومن ثم الشبكات المحلية اللان، والشبكات الموسعة، والشبكات الإقليمية. ونفترض أن هذه الأنواع من الشبكات ذكرت بشكل مفصل في مساق شبكات الحاسوب، لكننا في هذا المساق سنتطرق إليها بشكل سريع لإعادة ترسيخ المعلومات الخاصة بالشبكات، حيث أن هناك مبدأ أساسي: كل نوع من أنواع هذه الشبكات يمكن أن يحول إلى شبكات لاسلكية. النوع الأول اللي هو Personal Area Network أو البان. في حديثنا عن هذه الشبكات سوف نتطرق إلى ما هو تعريف الشبكة بشكل عام، ومن ثم ما هي مميزاتها، وما هي عيوب الشبكة، وبقدر الإمكان سنتعرف عن التطبيقات المستخدمة في الشبكة. الـ Personal Area Network هي عبارة عن شبكات محلية تنظم في بين مجموعة من المستخدمين في مكان معين. المكان هذا لا يزيد عن 10 متر مربع، في بيت، في مؤسسة معينة، في غرفة معينة، باستخدام مجموعة من الديجيتال ديفايس زي السمارت فون، التابلتس، البرينترز، الكمبيوتر، اللابتوب، ديجيتال كاميرز، سكانر، برينترز، إلى آخره من الأجهزة اللي تستخدم للإرسال والاستقبال. زي ما احنا شايفين هنا، لو كان في عندنا بان، البان بيرسون في غرفة، هذا الكلام كلياته في غرفة معينة لا تزيد مساحتها عن 30 متر، ممكن نوصلها بالكوابل، وممكن نصعد عن الكوابل بالاتصالات السلكية، الاتصالات اللاسلكية المعروفة اللي موجودة عندنا. يكون عندنا جهاز كمبيوتر كسيرفر، نتصل بالماوس، بالوايرلس ماوس، عن طريق مثلا اليو اس بي، ممكن نتصل مع البرينتر، ممكن مع الهيدفون، ممكن مع السمارت فون، ممكن مع السكانر، مع الى اخره من الاجهزة التي يمكنها الارسال والاستقبال. لكن الحد الاساسي او الشرط الاساسي انها لا تزيد عن 10 متر مربع.
من الخصائص الأساسية للوايرلس لان كاركترستكس اوف بان، اللي هي اول حاجه بتستخدم في مساحه صغيره، ممكن انها تكون سنجل انفايرمنت بين يوزر واحد هو يستخدمها فقط مش اكتر من يوزر. البان ممكن تستخدم الموبايل فون، تستخدم التابلت، تستخدم اللابتوب، ممكن تستخدم بيرسونال كمبيوتر، ممكن نشبكها اللي هو عن طريق الوايرلس بس نتورك، عشان كده بيصير اسمها وايرلس بان. الديفايس اللي موجودة في البان ممكن مجموعة الابليكيشن بالمايك بالكيبورد البلوتوث سيستم، ممكن نشبك الوايرلس نام. تعتبر البان من الشورت رينج كوميونيكيشن، كمان بتستخدم او بتتطلب فاي لو باور، بدهاش باور كتير، وسعرها بيكون منخفض جدا، ما بتكلفش، ما فيش فيها كوابل، ما فيش فيها زيبرز، ما فيش فيها اي ريكويرمنت يتطلب مجموعة او كوست عالي. كمان البان لها مجموعة كبيرة من الادفانتجز، لها مجموعة كبيرة من المميزات، مش محتاجة لكوابل، كمان مش محتاجة لسبيس كبير، هي في سبيس صغير. الداتا سينكونس بتكون عالية جدا بين الديفايسز لانها قريبة عن بعض، وما فيش فيها اي معوقات، جوات غرفة واحدة فما فيش فيها اي معوقات، فالسينكونس الداتا بتكون متزامنة بشكل كبير جدا. ممكن نشبك فيها اكتر من ديفايس في نفس الوقت. افوردبل كوست، اسعارها في متناول اليد، مش عالية كبير. بورتابيليتي، ممكن حمل الأجهزة هذه بشكل سهل وسريع، وكمان سهلة الاستخدام وسكيور بشكل كبير لسبب بسيط، انه ما فيش انترفيرنس في كتير في جوات الغرفة الواحدة، لكن ممكن الانترفيرنس تكون تشكل عائق لو كان في اكتر من بيرسونال لان موجودة، لكن بالغالب بتكون هي سكيور، ما فيش الاتاك ما بقدرش يصلها بشكل كبير. من المشاكل الوايرلس لان الموجودة عندنا، تستخدم في رينج صغيرة بقدرش اوسعها، استخدمها في مساحات كبيرة، بس بتستخدم لشخص واحد ممكن او لمجموعة اشخاص قلال. في كمان الداتا ريت اللي ممكن تراسلها اللي هو قليلة كتير، السبيد تبعها قليل. الانترفيرنس مع لو كان في عنده اكتر من جهاز في قرب على بعض ممكن يصير انترفيرنس، لكن غالبا الانترفيرنس هذا ما بيصيرش مع الاجهزة البعيدة. كمان الانفراريد سيجنال ممكن لازم لو كنا بنستخدم مثلا انفراريد بين تو ديفايسز، الانفراريد لازم تكون على لاين اوف سايت، في نفس او على نفس بعد خط النظر، في مجال مستقيم او في خط مستقيم واحد. بغض النظر انه ممكن نستخدم الوايرلس بان بشكل كبير، لكن هل لها لازمة؟ طبعا الوايرلس بان اليوم صار لها استخدام كبير جدا. في فيلد كامل اسمه الباتي اريا نتورك. الباتي اريا نتورك هذا بروح بشوف الشخص مثلا المريض في الهيلث سيستم، بيروح بيزرع في شريحه صغيره في الجسم. الشريحه هذه مثلا بتستخدم للقياس ضغط الدم، قياس نبضات القلب، قياس مستويات السكر إلى آخره. هذه شريحة صغيرة مش محتاجة قوة كبيرة علشان ما يأثر على الجسم نفسه، فالشريحة هذه فقط وظيفتها إنها تنقل المعلومات لجهاز الموبايل فون الموجود في الإيد، ومن ثم الموبايل فون هو اللي بيرسل البيانات، بيكون في هنا في الإيد الموبايل فون، والموبايل هذا بيرسل البيانات للسليلو اللي موجودة في شبكة معينة، ومن ثم بيتم معالجتها عن طريق الأشخاص المعينين. الإشارة ما بين السنسور الموجود هنا والموبايل فون بتكون قصيرة جدا أو ضعيفة جدا، لو باور عشان ما تأثر على الجسم،
كمية المعلومات بسيطة، نبضة، عدد نبضات القلب، مستوى السكر في الدم إلى آخره. فالوايرلس بان من أهم التطبيقات الموجودة في البادي أريا نتورك، ممكن يحملها الشخص هذا دائما معاه كشريحة موجودة في الجسم ويتنقل فيها. كمان الوايرلس بان لها ابلكيشن في الاوفلاين نتورك، انت ممكن تشتغل على نتورك جوات غرفة كاملة بدون ان ما تتصل بالانترنت نهائيا، تتعامل مع التلفزيون، تتعامل مع الكمبيوتر، تتعامل مع البرينترز الموجودة في نفس المكان في نفس الغرفة لكن بعيدا عن استخدام الانترنت. كمان لو كان في عندنا السمول هومز او سمول اوفيسز ومش عايزين يصير انترفيرنس بقى مع الناس اللي بقى، ممكن نشبك الوايرلس بان على اساس السيجنال ما تطلعش بقى الغرفة، ومن ثم نشبك البان كلها بالانترنت والتعامل معها عن طريق الفي بي ان سيستم عشان نحقق مستوى معين من السكيورتي. النوع الثاني من النتوركس اللي بتستخدم في الديستريبيوتد بروسيسنج اللي هي اللان او اللوكال اريا نتورك، وايضا اللوكال اريا نتورك ممكن نشتق منها الوايرلس لوكال اريا نتورك. اللوكال اريا نتورك زي ما احنا شايفين هيكون عندنا سيرفر، والسيرفر هذا موصل مع هب اللي هو موزع او سويتش او راوتر، والراوتر هذا مشبك فيه مجموعه من الأجهزة في جوة أريا كمان صغيرة، لكن الأريا هذه أكبر من الوايرلس بان، ممكن تصل جوات يونيفرسي 1 كيلو متر ات موست 1 كيلو متر مربع. كمان الوايرلس لان هذه ممكن لازم يعني ممكن تكون مملوكة لـ private company، private university، private college، جوات مبنى معين، جوات دائرة معينة لا تزيد مساحته عن 1 كيلومتر مربع. من أهم خصائص الوايرلس أو اللوكال أريا نتورك إنه بتكون مملوكة لحاجات معينة، ممكن أعملها extension لعدة كيلومترات لكن لا تزيد عن عدد بسيط من الكيلومترات. كمان بتنقل بيانات بسرعة عالية جدا لو قارناها بالوايرلس بالوايد اريا نتورك او الشبكات الموسعة، وزي ما قلنا جوات سمول جيوغرافيكال اريا. وفي منها ثلاث انواع اساسية من التوبولوجيز، ممكن تكون التوبولوجي زي ما خدنا في الشبكات مادة الشبكات الأولى، ممكن تكون باس نتورك كلياتهم مشتركين على بيز لاين واحدة، وهذه حاجة سهلة وإيزي في الانستليشن. لازم يكون فيها اللي هو ايثرنت سيستم، والكابل هذا الموجود هنا هو الباك بون للشبكة. لكن لو كانت رينج نتورك الكابل هيكون بشكل دائري، كمان هذه بتكون صعبة في التركيب، كمان بتغطي مساحات مش كبيرة لكن أكبر من الباس نتورك. الشبكات شاءت الاستخدام في الشبكات المحلية اللي هي ستار نتورك، بكون في عندي الهب موجود في النص أو السويتش أو هاي، وبتوصل بمجموعة مختلفة من الأجهزة سهلة التركيب، ممكن أعملها توسعة بشكل سهل، كمان ممكن أعملها إضاءة بشكل سهل كتير. من مميزات اللام اللي هو طبعا في ريسورس شيرنج، ممكن اي ريسورسز موجود عندي، اي هاردوير موجود عندي ممكن اعمل له شيرنج، بدل ما اشتري مجموعه من البرينترز او مجموعه من السكانر، ممكن اشتري سكانر واحده واركبها في مكان معين في مبنى من 5 طوابق او 10 طوابق، وكلياتهم يطبعوا على نفس البرينتر. وهذا الكلام موجود عندنا في الجامعه، لو رايتوا مثلا في الشؤون الاكاديميه هتلاقي كل الشؤون الاكاديميه قاعده بتطبع على برينتر واحده موجوده في ساحه الشؤون الاكاديميه او في الهول الموجود قدام الشؤون الاكاديميه.
وإلى آخره من كمان كتير عمادات موجودة في الجامعة بتطبع على طابعة واحدة، وما عليه إلا الموظف يروح يجيب الورقة المطبوعة، وهذا طبعا بيقلل من الكوست الموجود. كمان السوفت وير ممكن تستخدم سوفت وير واحد، بدل ما نروح نشتري مجموعة من السوفت وير، لا بننزل السوفت وير على السيرفر، والسوفت وير هذا بيستخدموه مجموعة من كل الكمبيوترات اللي بتستخدم في السيرفر، وهذا كمان بيقلل الكوست، وهذا حاجة ديزابل، حاجة مرغوب فيها. كمان ايزي وشيب كوميونيكيشن رخيصة، ما علي الا اشتري سلك واوصل السلك هذا من الراوتر للجهاز اللي انا رايح اوصل عليه، او ممكن بالوايرلس فقط اعمل كونفيجريشن لها. كمان سنترايز للداتا، الداتا بتكون في مكان معين على السيرفر، وكل الاجهزة اللي موجودة على السيرفر، اللي موجودة أو متصلة على السيرفر هذا، تقدر تشارك الداتا هذه وتخزن في مكان واحد وما يصيرش تعددية، ويكون في انتجريتي في الداتا الموجودة عندنا. كمان الداتا سكيورتي بيكون سكيور لأنها مخزنة على مكان واحد، وبيقدر يعمل مانجينج وستورنج للسيرفر نفسه. الانترنت شيرنج، لو شبكنا السيرفر نفسه على الانترنت، كل الوايرلس لان اللي مشبوكه على السيرفر او كل اللان المشبوك على السيرفر هذا بيكون ماخذ او مزود بالانترنت الموجود عندنا. من المشكلات او الوايرلس وان اللي هي هاي سبيد كوست، بتكلف، هي تكلفة، عندنا مجموعه كبيره من الكابلز، حتى لو فيش عندنا مجموعة كبيرة من الكابل لازم يكون في عندنا سيرفر يخدم كل الكابلز هذول، لازم يكون في عندنا راوترز، لازم يكون في عندنا سويتشز موجودة. كمان البرايفسي فيوليشن، الادمنستريتور بيقدر يشوف كل الداتا وكل الانفورميشن تبعت الداتا لو كان هو المانجر على السيرفر او الادمنستريشن للسيرفر. داتا سكيورتي ثريت، ممكن لو السيرفر صار في اي مشكله كل الاجهزه بصير في عندها مشكله في الداتا اللي بتستوردها من الاستورج الموجود على السيرفر. كمان المينتنانس حاجه ضروريه في الشبكه، لازم الشبكه بعمليه صيانه مستمره ومتابعه مستمره، تنزيل برامج الهاردوير الموجود، الكابل لو كان مشتغل وايرد. كمان الكفر ليميتد اللي هنا بتغطي 1 كيلومتر في مبنى معين، سنجل بيلدينج او جروب اوف نيربي بيلدينج، الحاجات اللي جنب بعض ويركبوا وايرلس لان واحده. النوع الثالث من ال distributed depositing networks اللي هي الوايد نتورك او الوان، الشبكات الموسعه. وزي ما حكينا في المحاضرة اللي فاتت، في الشبكات الموسعة ممكن أستخدم أكتر من تكنولوجيا علشان أوصل مجموعة من الوايرلس لان، مجموعة شبكات أشبكهم مع بعض عن طريق الإنترنت، عن طريق الساتلايت، عن طريق أي نوع من أنواع اللي إحنا ذكرناها في المحاضرة اللي فاتت بخصوص الوايد أريا نتورك كوميونيكيشن. الوايرلس لان بتغطي مساحات بعيدة، ديستريبيوتد لارج ديستريبيوتد جيوغرافيكال اريا، مساحات كبيرة زي مساحة في مثلا في قطاعات معينة، مساحات في بين مدن، مساحات بين قارات، إلى حول العالم كلياته بشكل عام. غالبا الوايرلس لان مش مملوكة لشركة، مش مملوكة لناس معينين، هي عبارة عن تكاملية بين مجموعة من الشركات، وما علينا إلا نروح نستأجر من الشركات هذه. وأحسن إكزامبل موجود على الوايرلس لان اللي هي الإنترنت. لو جينا نعمل مقارنة سريعة ما بين الوايرلس لان وال او اسف الوان واللان، هنلاقي في ريليشن في اللان ممكن تكون كريليشن بين الوان واللان، اللان ممكن تكون سبسكرايبر او جوات اللان ممكن يكون مستخدم من مستخدمين الوان، هي عبارة عن شبكة كاملة
تعتبر مستخدم مستخدمين اللاب، وتستخدم الوان ككاير اللي هو كحامل اتصال ينقل البيانات من مكان لمكان تاني او من لان للان تانية. اللان بنبنيها جوات organization واحدة، جوات company واحدة، مش أكثر من company. لكن الوايرلس لان اللي هو owned مملوكة لثيرد بارتي، ولما نقول ثيرد بارتي يعني سيرفيس بروفايدر، يعني مؤسسة موثوق فيها بتوزع البيانات بشكل آمن في مساحات معينة. الاسكالابيلتي حاجة مهمة جدا، اللان الاسكالابيلتي تبعها جوات الكامبانس ما بتطلعش بقى الكامبانس جوات سينجل كامبانس، لكن الاسكالابيلتي عملية التوسع على الوايرلس لان اللي هو بتمتد بين الدول زي ما قلنا حول العالم بشكل كامل. الجديد في الوايرلس لان اللي هو اسف في الوان اللي هو انواع الوايرلس لان، وهذا لازم احنا نعرفه بشكل مفصل. في الوايرلس لان في نوعين اساسيين اللي هو ديديكيتد كونكشن وسويتشنج كونكشن. لما بدنا نيجي في الوايرلس لان، ديديكيتد كونكشن يعني بيكون الاتصال مكرس لهدف معين لنقل بيانات معينه، لكن واتصال مباشر وبدون اي وسائط اخرى، بدون سويتشز بدون راوترز بدون اي شيء، الاتصال بيكون ديديكيتد مكرس الفريكوانسي رايحه من اتجاه لاتجاه اخر. في تو ساتلايتس بتطلعوا على بعض، التو ساتلايتس دول بينقلوا اشاره كامله، او تو مايكروويف بينقلوا اشاره واضحه ما بين الاثنين ديديكيتد بشكل مكرس. وفي ممكن السويتشنج، الاشاره بتنقل من سويتش لسويتش لسويتش عبر عقد معينه، كل عقده من العقد هذه بتسمى ايه سويتش، فهي بنسميها ديديكيتد كونكشن، والثانيه بنسميها ايه سويتشنج كونكشن. هنشوف هنشوف كل واحده ايه بالتفصيل. في الديديكيتد كونكشن بيكون الكوميونيكيشن ميديم نفس الوسيط الاتصال نفسه بيكون ديديكيتد بين بين التو بيز ستيشنز الموجودين او بين تو سبسكرايبرز الموجودين عندها بشكل مباشر وبدون اي قطع وبدون اي اتصال بدون اي وسيط ما بينهم. عشان وفي منهم ثلاث انواع، في الليز لاين وفي الديجيتال سبسكرايبر لاين والاسونكرونس اسيمتريك ديجيتال سبسكرايبر لاين الاي دي اس ال. في الليز لاين هو عبارة عن خط من الألياف الضوئية بيتم تأجيره ما بين مؤسستين، كابل كامل من الألياف الضوئية بيتم تأجيره بين مبنيين بين بلدين بين مؤسستين. والليز لاين هذا موجود فعليا في كوابل فعلية موجودة تحت البحر في ما بين افريقيا وما بين اوروبا، بتنقل البيانات من مكان من افريقيا لاوروبا من اوروبا لافريقيا وبالعكس. الكوابل هذه بتكون مش مملوكة لمؤسسات معينة، لكن تم تركيبها من مؤسسات عالمية وبيأجوها بروفايدرز وبيأجوها لشركات معينة علشان يقدروا ينقلوا فيها. وممكن تشتغل جوة البلد زي الخطوط الموجودة بين غزة، جامعة الأقصى بغزة وجامعة الأقصى بالبحر، معاملين ليز لاين من شركة الاتصالات. كمان في ديجيتال سبسكرايبر كونكشن، هذا بيكون عند انترنت سيرفيس بروفايدر اي اس بي، بيكون موجود وبيقدم تكنيكس معينه عشان تعطي نفس الابلود والداونلود في نفس الوقت. في نفس الوقت اسايمتك من كفيرجن من الديجيتال سبسكرايبر لاين اللي هو اسايمتك ديجيتال سبسكرايبر لاين اللي هو الاي دي اس ال، اللي هو اغلب خطوط الانترنت الموجوده في البلد شغاله عليه كتكنولوجي موجوده.
التكنولوجيا هذه بتنابل الداتا ستريم في الهاي سبيد، ترفع خطوط التليفون بشكل كبير جدا. السيمتريك ديجيتال سبسكرايبر لاين اللي هو بيسمح بالاستخدام اللاين نفسه في اتجاهين، في الاب ستريم والداون ستريم في نفس الوقت، وبيدور دايما على الخطوط الفاضيه وبيستخدمها في الباكت سيستم، بينقل الباكت حسب الفراغ الموجود على الخطوط نفسها. بخصوص السويتشنج كونكشن تكنولوجي، بتسمح بتقطيع الداتا لسمول باكيتس، ومن ثم بعد الباكيتس هذه حتصلها بلوك باي بلوك مش بشكل كامل. وفي عندنا ثلاث انواع من السويتشنج كونكشن: السيركت سويتشنج كونكشن، والباكيت سويتشنج كونكشن، والسيل سويتشنج كونكشن. الفرق ما بين الثلاثه بسيط، اللي هو كل وقت من الأوقات في السيركت سويتشنج كونكشن، كل وقت من الأوقات تستخدم في الأساس داتا أوفرلاين، يعني بتروح بتقسم الداتا حسب مين، حسب الوقت. أما في الباكت سويتشنج كونكشن بتعمل فيرتشوال كونكشن عشان تقدر توصل البيانات. الداتا بتترانسفير أونتر سنجل باكت أو باث، يعني بتصلها بشكل كامل، تعتبر أسرع من السيركت سويتشنج، وممكن تستخدم مالتي باث عشان تصل السيجنال فيها بشكل كامل. أما السيل سويتشنج كونكشن نفس شغل الباكت سويتشنج، لكن هي بتصل البيانات في فيكسد سايز اللي هو 155 ميجا بت بير سكند أو أعلى من الكلام هذا. بتستخدم بدل ما تستخدم سنجل باس أو بتستخدم فقط اللي هو المالتيبل باث، وهذا الفرق بينها وبين الباكت سويتشنج، وبتكون سريعة جدا في نقل الأوديو والفيديو. والاي تي ام اللي بنستخدمه في الصراف الآلي هو أحسن اكزامبل للسيل سويتشنج نتورك. من أهم الأدفانتجز اللي موجودة في الوايرلس لان اللي هي هتغطي مساحة جغرافية كبيرة، كمان في سنتراليزيشن للداتا لأنه في عنا سيرفر، والسيرفر هذا بيشبك على مجموعة نتورك ممكن تشير نفس الداتا. جيت أبديتد فايل أند داتا، طبعا الداتا دايما أبديتد لأنه في أكتر من حدا بيعمل عليها أبديت، فدايما الداتا فريش. فكمان في عندنا شيرنج للسوفت وير سيرفيسز، نفس الكلام الموجود في اللان موجود في الوان بالنسبه للشيرنج سوفت وير اند ريسورسز، ممكن على المستخدم يستخدم الابلكيشن مع مجموعه من المستخدمين التانيين، فهيقل الكوست اللي موجود عنده، هتقدم لنا هاي سبيد اعلى من الوايرلس لان واعلى من الماك. من المشكلات الأساسية اللي بتواجهها شبكات المان بتستخدم الإنترنت اللي well known insecure channel، شبكة الإنترنت من المعروف عنها إنها شبكة غير آمنة لوجود الكثير من الأتاكس عليها، عشان كده بنقول الوايرلس لان بتواجه security problem. ودائما في البحث العلمي بنقول الانترنت is well known insecure channel، هي عبارة عن قناة اتصال غير آمنة، كمان محتاجة عشان كده محتاجة firewalls، محتاجة الانتي فيروس سوفت وير، وهذا حاجة مكلفة. السيت اب للوايرلس لان دائما هاي او اكسبنسيف، بيكلف كتير لانه في مساحات جغرافية كبيرة، محتاجين هاردوير عالية المواصفات، سبيسيفيكيشنز تبعها يكون عالي، محتاجين زي السويتشنج زي الراوترز، كمان السكيورتي سوفت وير. المينتيننس مشكلة كبيرة في الوايرلس او في اللان او في الوايرلس وان، كمان في الوان بشكل
عام. أهم الشبكات أو الموجودة على الوايت آيا نتورك قلنا إيفنت نت. غير الانترنت في عندنا مجموعة من الابليكيشن للوايرلس لان. الابليكيشن هذه موجودة بشكل كبير. الانترنت اول ابليكيشن من ابليكيشن موجود على الوايرلس لان. كمان في عندنا اللارج تيليكوميونيكيشن كومبوننتس الموجودة زي AT&T شبكة الاتصالات الأمريكية. كمان الساتلايت كوميونيكيشن سيستم برضه من ضمن الوان. الكابل الموجود بين الكومبوننتس الكبيرة كمان تعتبر من الوان. والنتورك بروفايدرز اللي موجود في أكثر من مكان عشان يوزع خدمات متعددة كمان. اليو اس ديفنس ديبارتمنت من اهم الوايرلس او من اهم الوانز الموجوده. البانكينج كمان بانكينج ابلكيشن بيشتغل على الوايرلس لان. الايرلاينز كومبوننتس شبكات الطيران كمان موجوده بالوايرلس لان زي الستوك زي الرايلويز القطارات. شبكات الفور جي نتورك شبكات وايرلس شبكات وان موسعة عالمية بشكل كامل. النوع الأخير من الشبكات الموجودة في تستخدم في distributed processing اللي هي المتابوليشن نتورك أو ممكن الوايرلس متابوليشن نتوركس. النوع الأخير من الشبكات اللي هو الميتابوليشن لان شبكات الميتابوليشن اي نتورك الشبكات الإقليمية أو المان. هي نوع ما بين وسط ما بين اللان والوان. طبعا هتكون بين مدينتين مساحة 50 كيلومتر مربع. زي ما احنا شايفين في عنا مجموعة من اللانز الموجودة هنا. مجموعة اللانز هذه بتتشابك مع بعضها البعض عن طريق سيرفر سيرفيس بروفايدر في مسافة انترنت كونكشن او كونكشن لا يزيد عن 50 كيلو متر مربع. وغالبا بتستخدم في البث التلفزيوني وفي رابط بين مؤسسة أو فرعي مؤسسة زي جامعة الأقصى ما بين غزة وخان يونس. من خصائص اللان هنا بيقول إنه بالضبط ما بين فوق 5 كيلومتر لو أقل من 50 كيلومتر بين في مدينتين بين 2 بيلدكس أو 2 كامباسز في مدينتين مختلفين. كمان بيكون في عندي سيرفيس بروفايدر الداتا ريت تبعها بيكون متوسط مش عالي كتير. من متوسط لعالي لكن مش عالي كبير كتير. بتعمل على مشاركة مجموعة من الريسورسز في أكثر من مكانين. ممكن تشبك مع اللان وممكن تشبك مع الوان. من أهم مميزات الشبكات الإقليمية إنه بيكون سعرها أقل من شبكات الوان. ممكن نعمل local emails بين 2 components ونسينا نبعت emails local بين 2 components بيكون أسرع من الوان وبكون كمان more secure ما حدش مطلع عليه لأنه بيكون في دائرة مغلقة في اللان. طبعا هي أسرع من شبكات الوان وأقل سرعة من شبكات اللان. ممكن نشاركها عبر الإنترنت. كمان بيكون التواصل بين اللان والمان بيكون عالي كتير. السكيورتي بيكون تبعها عالي أعلى من الشبكات الموسعة وشبكات الوان. من مشاكلها زي ما إلها أدفانتج إلها ديس أدفانتج بيكون كمان صعبة في عملية الإدارة. الإنترنت سبيد أو نتورك سبيد بكون مختلف لأنه بيعتمد على أنواع متعددة من الكوابل. كمان الهاكرز بكون موجودين لأنه ممكن تستخدم الإنترنت.
كمان محتاجة لتكنيكال، محتاجة لمينتنانس، محتاجة عشان في مشاكل متعددة ممكن نحتاج فيها مجموعة من الوايرز، بجانب اللي هي الوايرلس سيستم. في الجزء الأول من المحاضرة سنتحدث عن الشبكات الكمبيوتر بشكل عام، ونفترض أن تحدثنا عنها في أو تحدثتم عنها في مادة شبكات الحاسوب. سنتكلم فيها عن 4 جزئيات أساسية وهي كالتالي. الجزء الثاني من محاضرتنا بيكون في الميديوم رينج وايرلس كوميونيكيشن، وهنشوف 2 examples الواي فاي، وهنشوف عليها الموست كومن ابلكيشن اللي هو الهوت سبوت. ايه هي الواي فاي؟ الواي فاي هي هاي سبيد انترنت كونكشن، طبعا هي اي بي بيست كونكشن، عشان كده بنقول انترنت كونكشن او هاي سبيد انترنت كونكشن، اللي ما بنستخدمش فيها كابلز بالمره بدون اي كوابل. طبعا في عندنا 3 مكونات اساسيه. المكون الاول اللي هو الراديو فريكوانسيز اللي هي الموجوده هنا، المكون الثاني اللي هي الانتيناز اللي بتراسل الاشارات، المكون الثالث اللي هي الراوتر اللي بتعمل سويتشنج للاشارات هذه، او بتعمل تاسل الاشارات. طبعا هي بتوصل في من 70 ل 100 متر كمسافه. اي سيل فون موبايل موجود عندي، طبعا موجود، او كمبيوترز موجود في وايرلس ادابتر، بكون في كارت وايرلس خاص فيه. كمان بتكون كومباتيبلتي مع اي نوع من الاتصالات الاخرى. ومن اهم الابلكيشن الموجود عليها الموبايل ابلكيشن، البزنس ابلكيشن، والهوم ابلكيشن، كاستمايز ابلكيشن موجود، وفي الاوتوميشن، وفي البراوزنج انترنت، وفي الفيديو كونفرنسز. اليوم الواي فاي جزء كبير من حياتنا الموجوده في المؤسسات، في البيوت، في الشركات، في اماكن مختلفه، بهدف الاتصالات سهلة، اتصالات سريعة، كمان اتصالات شبه آمنة. طبعا عندنا الواي فاي اللي هي مصطلح متداول، مش مصطلح علمي، مصطلح متداول لشبكات من نوع اللي هو 802.11. 802.11 هذا المصطلح العلمي او النوع الجينيريشن، اسف، النوع المتعارف عليه من الشبكات اللاسلكيه. في لها مجموعه من الجينيريشن، في بي وجي واي وان واي سي اللاست او اخر واحد اللي قاعدين بيطوروا فيه. كل جينيريشن من الجينيريشنز هذه، او كل فيرجنز من كل فيرجن من الفيرجنز هذه، له مجموعه من السبيسيفيكيشن. مثلا الفيرجن الاول 802.11 بي، في بيكون 2.4 جيجا هيرتز في الفريكوانسي رينج، ونفس الحاجه هنا الداتا ريت اللي بقدمها اكتر من 11 ميجا بت سكند، بيقدر يوصل بيانات. كمان الادفانسز تبعه هو سلو شويه واكسبنسيف بالنسبه للشبكات الثانيه. النوع الثاني الجينيريشن الثاني اللي هو 11 جي، بيقدم نفس الفريكوانسي رينج، لكن بينقل داتا اكثر اعلى من 54 ميجا بت سكند، طبعا هيصير اسرع. الجينيريشن اللي اجى بعديه اللي هو اشتغل في فريكوانسي رينج 5 جيجا هرتز، ما دام زاد الجيجا هرتز يبقى انتقلت عندي البيانات نقله نوعيه. الجينيريشن النيو جينيريشن اللي هو كان استخدم 2.4 وال5 جيجا هرتز من المستوى المتدني للمستوى الاعلى،
فنقل البيانات وصلت ل 140 ميجا بت بسكند. طبعا هذا استخدم داتا ستريم اوفر ذا سيم تشانل، نقل على نفس التشانل، اخذ مميزات جنريشن بي ومميزات جنريشن جي. طبعا الان هم بيدوروا على حاجه تاخد مميزات جنريشن اي ومميزات جديده في جنريشن تي. طبعا هذا اندر كونستراكشن اندر ديفلوبمنت، وان شاء الله هيقدم داتا ريت اعلى وسرعة أعلى. طبعا في عنا مجموعة من الأدفانتجز للواي فاي، الشبكة اللي أسرع والشبكة اللي أكثر استخداما الآن في الشبكات اللاسلكية. أول حاجة الموفيبيليتي، اللي هو كيف الشبكة هذه أو أجهزة الشبكة هذه بتقدر تتحرك في أي مكان جوات الكفرج اللي هي موجودة فيه. كمان least costly، مش غالية، easy to install أو easy installation، سهلة التركيب، والسيجنال انترفيس تبعها قليل. كمان connectivity ممكن تنوصل بالإنترنت عن طريق الهوت سبوت اللي هنشوفها بعد شوية. هيلثي، كمان الهيلث سيفتي ممكن تشكل ضرر على الانسان لو رفع قوة السيجنال الموجودة. كمان الداتا تبعها مش عالي، فما بتنقلش لمسافات ابعد، وهذا من الديس ادفانتج الموجودة فيها. The most common application للواي فاي اللي هو الهوت سبوت. الهوت سبوت عبارة عن physical location للموبايل ديفايسز، بتتركب في مكان معين، بنقدر من خلالها نستخدم شبكة أو نعمل extend للواي فاي ونستخدم الواي فاي الموجود عندنا فيها، وممكن نسميها الوايرلس لان. ممكن تتركب بهوت سبوت في كافيه، في اوتيل، في ايربورت، في اي مكان من موجوده، حتى في الطائرات نفسها ممكن يتركب هوت سبوت علشان يقدر يمكن الناس الدخول للانترنت عن طريق او باستخدام الواي فاي اللي هو بيكون متعرف عليها كاكستندر للواي فاي اللي موجوده عندنا. في ابلكيشن كتير مهم اسمه تيثرينج، هذا موجود الابلكيشن في السمارت فونز. الابلكيشن هذا لو كان السمارت فون بيستخدم الحزمات اللي موجوده عندنا الان على الموبايل، ممكن نشغل هوت سبوت اسمه تيثرينج على السمارت فون، ونخلي السمارت فون هذا عباره عن سيفر او بورتابل هوت سبوت، تقدر يوزع انترنت على اجهزه مختلفه موجوده حوالين نفس الموبايل هذا. من اهم مميزات الهوت سبوت انه طريقه سهله علشان نقدر نزور الواي فاي او نقدر نفوت على الواي فاي كونكشن من ديفايس معينه، ونفوت ونشوف او نستخدم الانترنت كونكشن. المشكله الاساسيه في السكيورتي وفي البرايفسي، ممكن اي واحد يقدر يعمل هوت سبوت ويسمح للناس تفوت من خلاله، وبعد كده يعمل فيلينج للبيرسونال انفورميشن، يشوف كل بياناتهم الشخصيه. واتاكس كتير ممكن زي كومبرومايزنج اتاك، ممكن يعمل هوت سبوت ويسمح للناس تفوت من عنده لكن ياخد الداتا سبوت. يبقى في عندنا مجموعه كبيره من الديفايسز ممكن تهدد الشبكه نفسها. ابلكيشن تاني، النوع او الجزء الاخير من محاضرتنا في الشورت رينج وايرلس كوميونيكيشن، وهذه الكوميونيكيشن هتشتغل داخل مساحه قصيره او داخل مسافات قصيره، وهنشوف منها نوعين، هنشوف البلوتوث نتورك والزيج بي نتورك. البلوتوث كلياتنا عارفينها شبكات صغيرة تستخدم الوايرلس نتورك أو وايرلس تكنولوجي. الشبكات هذه بتخدم في مساحة لا تزيد عن 20 متر مربع، أو بتنقل مسافات 20 متر.
بين تو ديفايسز، وغالبا في بتكون في شورت ديستنس. غالبا البلوتوث سكيور، ما فيش فيها اي مشاكل كثيرة. استخداماتها لها استخدامات كثيرة، اهم استخدامها عملية البيرنج بين الديفايسز، مثلا بيانج بين بتوين تو موبايل ديفايسز، وهذا اعتقد انه كل الجيل الموجود هنا بيبعتوا لبعض مسجات، بيبعتوا لبعض صور، بيبعتوا لبعض في فيديو فايلز اوديو فايلز على البلوتوث سيستم كسبيشال كيس من الواي فاي سيستم. كمان في ابلكيشن بين السياره بين الموبايل وبين الكار ساوند سيستم. اليوم نقعد في السيارة بنحط بنعمل بيرنج لجهاز تبعنا بالبلوتوث تكنولوجي مع الكار سيستم، بنصير نتكلم على سماعات السيارة. كمان بيرنج مع الكمبيوتر، لما بستخدم الكمبيوتر اكسسوارز، لما بستخدم وايرلس ماوس، وايرلس كيبورد، وايرلس برينتر، الى اخره من الاجهزه الملحقه والاكسسوارز الموجوده على الديفايسز هذا. كابلكيشن على البيرسونال اريا نتورك اللي حكينا فيها في المجال الصحي قبل في بدايه المحاضره، في عندنا شبكه اسمها زيجبي، والزيجبي هاي من اهم الشبكات الموجوده، وغالبا تستخدم في المجال الصحي بشكل كبير جدا. وهذا فيرجن 802.15.4 ستاندرد، هاي نوع من الوايرلس بيرسونال اريا نتورك. هي بتشتغل على 886 ميجا هرتز، وفي كمان نوع تاني بيشتغل على 902 ل 928 ميجا هرتز، ونوع تالت بيشتغل على 2.4 جيجا هرتز فريكوانسيز حسب السرعات اللي احنا عايزينها. طبعا بيكون في الميديا اكسس كنترول موجود، لايرز كلاير كامله بينقل بيانات على الأكثر 250 كيلو بايت، بيانات مش كبيرة وبيانات مش سريعة لأنه بتكون قريبة كتير من الإنسان، وممكن نستخدمها في البادي سيستم أو البادي نتوركس. المسافات اللي بتنقلها بتكون من 10 ل 100 متر في نفس رينج، مش ما تزيدش عن 100 متر، وبيستخدم لها استخدامات عسكرية مختلفة. الزيجبي توبولوجيز بتاخد تقريبا نفس التوبولوجيز الموجودة عندنا، ممكن تكون مش ما فيش فيها ستاندرد، كل واحد مشبوك بمجموعة من الثانية، ممكن تكون في كلاسترز، كل كلاستر له سيرفر، والسيرفر تادي مشبوكة مع بعضها، كل باللون المختلف هذه كلها سيرفر، وهذه باللون الأصفر هي نودز. فممكن تكون كلاستر تي، ممكن تكون مش نتورك، وممكن تكون ستار زيجبي. ليش مهمة الزيجبي نتورك؟ لأنه الابليكيشن اللي ممكن تستخدمها في الزيجبي نتورك مهمة جدا، ممكن في اندستريال ابليكيشن اوتوميشن، ممكن تركب على نفس على ماشينز، والماشين هذا يصير عليها مونيتورينج او يصير مونيتورينج للباراميتر للماشين نفسها. في الهوم نعمل كنترول للهوم ابلكيشن لللايتنج سيستم، وهذا الان صار موجود عندنا في البلد، اللايتنج سيستم صارت كلها اندر كنترول باي زيجبي تكنولوجي. كمان السمارت ميترنج، السمارت ميترنج المقصود فيها اللي هي عدادات الكهرباء وعدادات المية، يصير فيها ريموت اوبريشن او ريموت مونيتورنج. السمارت جريد مونيتورنج اللي هو عدد زي نفس عدادات الكهرباء الموجودة، وكيف يعمل اكتف للباور مانجمنت، كيف يعيد ادارة الباور الموجودة، وهذه موجود كتير بالعالم. هذا كان بالنسبة لمحاضرتنا اليوم اللي هو في أنواع الشبكات اللاسلكية. شكرا لكم جميعا، إن شاء الله نلتقي يوم الأربعاء مع الطلاب في اللقاء المباشر، ويوم الخميس مع الطلبات في اللقاء المباشر حسب المواعيد المحددة على الموديل سيستم باستخدام الزوم
ابلكيشن. شكرا لكم جميعا، تحياتي.